جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. سراب الطيب 25 سنة تعيش مع زوج أمها، حالة اقتصادية فقيرة، لم يلاحظ عليها أي نشاط مخالف للقانون ولا تحمل أي سجلات جنائية. مثل ما توقعت. شو كنت متوقع سيدي؟ وزعت مخدرات صغيرة مثل الكل، بس هي طرف الخيط اللي عم ندور عليه. بعدين كل زبايننا من الشباب وطلاب الجامعات، يعني نفس ستايل، اسلوب جديد. ممكن تشاركني بشو عم تفكر سيدي؟ اسمع يا حيا، رح نغامر ونترك سراب تشتغل على كيفها وما رح نقبض عليها، ولما تخلص البضاعة عندها أكيد رح تروح لعند موزع مشان تجيب بضاعة جديدة. يعني في خطة موضوعة لهذا الشيء سيدي؟ رح تكون في عناصر عم تراقب سراب بكل الوقت مثل خيالها، ما بتغيب عن عينهم ولا لحظة، وكل ما بيجي المتعاطين ياخذوا منها بضاعة بتراقبوا هذا المتعاطي، بدي عنصر يلحقه يعرف كل المعلومات عنه، وهيك خلال كم يوم بيكون عنا معلومات عن المتعاطين اللي عم يتعاملوا مع هي البنت، وساعتها نوصل للموزع الكبير. ومشوارنا عند الموزع رح يكون المشوار الأخير اللي بتسوي سراب.